سأل الجن، قال لي باليمن الخليج. طبعا كلنا مدركين ومتابعين انه اليومين الماضيين اخبار حول جبهة سروح حول المأرب، والشرعية تكذب وتنفي، اليوم اتضح الامر انه السبب في هذه الكارثة، السبب في هذه الجريمة، انه قام عبد الرب منصور هادي اصدر قرار بتعيين العقيلي يدير المعركة او يدير المنطقة، حرب المنطقة في نهم وسروح ومأرب تقريبا، وعادوا اقالوا من رئاسة هيئة الاركان وعينوا مستشار. طيب انت لما تجي تقيل واحد يعني كان عامل نفسه يعني عنتر بن شداد، وتبز عنتر بن شداد هذا وتقول له خلاص غدوة رجع بين الحجار، ارجع قاتل ودير المعركة، اولا نفسيا مش صح، وسياسيا مش صح، واستراتيجيا مش صح، لانه الشخص هذا قد يعني في 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 كل الاحوال متضرر من القرار، شاعر انه تم اهانته، تم اقصاؤه، ودوا لك واحد ما لهش علاقه بشيء، اهم شيء انه صاحب هادي، انه من بلاد هادي او ولاءه الهادي، لانه نفسيته بتكون محطمه، ما هوش مركز، عاده ما فقش من الصدمه، رامز تحت الارض، وجي تسلمه معركه. ومتى هذا الموضوع؟ هذا الحوثي يعني استفاد من مفاوضة السويد، عندما ارتفع منسوب الحنان حقنا، منسوب السعادة غمرنا، استفاد من مظلة الأمم المتحدة ومن الرعاية الدولية ومن مفاوضة السويد انه امن نفسه، كان باقي لهم دعسة بالحديدة وانتهوا، قوات اللي قاتلتهم متمكنة وكان عندها قدرة، ينقصها فقط قرار سياسي، وقد كانوا مزليين، جاء بحكم انه علاقتهم بالمجتمع الدولي وشغالين، واصحابنا مدوخين بالسفارات و يعني مغيبين زي هادي، ما حركوا الساكن، وايضا لانه 90% من كل شيء قدهم جنوبيين، احنا هنود بنغال، قد احنا باقي لنا شويه نوقع عرب 48 بظل هادي. استفادوا من المظلة حق الأمم المتحدة أنه ما عندما انتشر قرح عليهم طماشة بالحديدة، كل شيء وقف، والريف كله معهم، المديريات حق الحديدة معظمها معهم، أنت أشغلت عليهم، أنت دحرتهم داخل المدينة، والآن سلمت الانتصار هذا لقوى دولية وقوى خارجية تشرف، بالتالي من ظهره وبز كل المقاتلين، لانه قد كان قد كانوا يسحبوا كل المقاتلين حقهم الحديده، ما كنت تمشي بسر محمد البخيتي ما جالس الا بالجرمنديه والرصاص والطماش كانوا كلهم بالحديده، لان كان بالنسبه لهم معركه مصيريه، ادوا لهم وقفوا الحرب واعطوهم انتصار على طبق من ذهب، اتوجهوا بالقوات حقهم لفين؟ لا مأرب، وبعض القوات يعني مخصصين جزء من العملية حقهم القادمة انه ينزلوا تعز، يحسموا موضوع تعز، او على الاقل يحدثوا فارق انتصار في تعز، وما هوش ملزمين الا بالاتفاقية، هذا الذي وقف اطلاق النار بالحديدة راس عيسى، هذا اللي ضرط الشعب اليمني راس عيسى، ضرط الشعب الشرعية راس عيسى، وراسين معانا اللي خرب البلاد راس عيسى وراس عبد الرب منصور هادي. طيب يقول لك انه كتيبتين ويقال ثلاث كتاب وبيدت عن بكرة ابيها، خلونا مثلا نقول في مبالغة، مصادرنا ما هيش اكيدة، لكن في نفس الوقت الطرف الاخر اللي هو الشرعية ما اثبتت شيء العكس لحد الان. كيف ما اثبتت شيء العكس؟ ما فيش دلائل انه في شيء، القوات حقنا قالوا مدري كان معنا 400,000 جندي، ما كانتش مع المانيا لما احتل اوروبا، موجودين في مأرب، ويفعلوا من 4 سنوات،
ايش يسووه؟ ما حد داري. فبالتالي اي قول او اي مقوله تجاه المنطقه هذه يعني احنا مستعدين نصدقه، يعني نفسيا احنا مصدقين. ف الان الخطوه القادمه يقال ان في قد في معسكر سيسقط ثاني، ده الحين معسكر كامل، وعبد الرب منصور هادي مشغول بالمفاحصات وكيف يضغط على المؤتمر الشعبي العام. والمؤتمر الشعبي العام الذي او قوام مجلس النواب المتواجد اللي ممكن ينعقد داخل اي محافظه يمنيه تحت سلطه الشرعيه ما يقارب 200 شخص، 200 عضو مجلس النواب. وهادي مانع، هادي رافض انه مجلس النواب يقيم يعني يعقد جلسه. ليش؟ يشدوا رئيس مجلس النواب جنوبي فرض مش انتخابات. يعني اتعود عبد الرب منصور هادي انه يبتز الشعب اليمني هذا من يوم طلع، شاف الامور طلع رئيس صدفه تمام، ومن ما عين باي قرار واغرق لنا اليمن قد يكون جنوبيين وهمش، وبحجه انهم مستضعفين وانهم من المؤلفه قلوبهم، وانه الجنوبيين والجنوبيين قد شبعنا من الزميره هذه الزميطه، تشتوا تنفصلوا والله معاكم البراميل، رجعوا البراميل من بكره، ما احناش يعني نجلس ندارئ، الوطن زلج وانتم السبب. الان السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية والسلطة المالية والسلطة التشريعية والسلطة كلنا عبد الرب منصور هادي. الشي بز الآن يفرض عليهم رئيس مجلس النواب جنوبي، ويشي أيضا يفرض نفسه رئيس المؤتمر الشعبي العام، والإخوة الإصلاحيين جالسين مغردين على نفس ما استفادوش من تجربة يعني مرسي في مصر، ما استفادوش من تجارب سابقة. الإصلاح الآن جالس زارر نفس الزرة ما رضيش. يعني إحنا قد تواصلنا مع قيادات كبيرة وكذا إنه عملوا مقاربة. الإصلاح يقول لك لا، طارق يبز الحديدة. طيب يا أخي تعاون أنت وطارق، خلى طارق، أنتم تحت الشرعية تحت سلطة، وطارق يقاتل حاليا تحت مظلة التحالف نقول مثلا، خلى يدحر الحوثي اللي العدو الرئيسي لنا، لأنه إحنا الآن في حرب طائفية، حرب دينية، حرب طائفية، وهذه أوسخ الحروب يعني، وتكاد تكون عرقية أيضا. فقال لك لا يعني الخيارات حقهم، لا نخلي طارق يتحيد وإحنا نسد إحنا والحوثي، والحوثي يتمكن، يتوغل يتوغل يتوغل. واكتشفنا لعبة القرار 22/16 الذي فجعونا به من زمان. لا، القرار هذا خط أحمر، إذا تم تعديله ولا تغييره هتسقط الشرعية وتسقط البلاد. سقطت تحت ظل القرار هذا، سقطت. وأحمد علي دوك يعني اللي فجعونا به البعبع، أحمد علي عبد الله صالح ولا طارق ولا زعطان ولا فلتان، ما هم تحت القرار 22/16 من يوم صدر. أيش الجديد الذي حدثتمه؟ ايش الفارق انه احمد علي جالس له بفندق ولا بعمارة ولا بشقة؟ هل احدث هذا؟ هل مثلا اعطاكم يعني حققتم فيه انتصار معين؟ عملتم فارق على الواقع؟ ما فيش الا يعني سقوط سقوط سقوط. وبعدين فعلا الجبهات تتوقف، اثناء ما حرب الحديدة الجبهة حيز متوقفة، والسبب الاصلاح، يكون واضحين لانه معاكم. جبهات معرب تتوقف، يعني قياداته والمسيطرين على المنطقة الإصلاح، يعني تعطوا الحوثي يعني نفس. ليش الجبهات ما تحركتش في كل مكان؟ ليش الجبهات راكدة حق الإصلاح؟ ليش الجنوبيين لما يشاركوا بأي معركة ينتصروا؟ والجماعة حقنا كشوفات. يا جماعة الخير صدقوني، هذه مسألة وطن. يعني عندما أنت تجي تحقق مكسب سياسي على ضياع بشر، على ضياع أمة، ما بيرحمك لا التاريخ ولا بيرحمك الشعب، والله لا تستحبلوا بعدها بالشوارع. ما يعنينيش علاقتك
ب ب ب يعني إرثك من حمد علي ولا من المؤتمر الشعبي العام. أنا الآن يعنيني إنه أنا بلادي انتهت، بلادي، وأنت اللي تسوف، وأنت اللي تسوق، يعني تسوق لنا وهم. أيضا اللي حاصل أبو العباس هذا بتعز والمقابر الجماعية ولا يعني واضح للعيان إنه أنت المستفيد فيها. من المستفيد من شيطنة أبو العباس؟ نتفق ولا نختلف معه؟ احنا نتكلم هنا يعني على أمور على سياسة. عندما شيطن لي أبو العباس وهو معه فصيل يعني قاتل ودحا يعني قاتل الحوثة حتى له مدعو من الإمارة، قاتل وكان فصيل وفصيل قوي ومؤثر، الأفضل لي إن أنا أكسبه لأصفتي ونكمل المشروع بدل ما أشيطنه وأعطي المجتمع الدولي الآن الحوثي هذا اللي يسوقه رضي المتوكل وغيره 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 بواشنطن، إنه شفتم اللي مع الشرعية إرهابيين وقاعدة ومش عارف إيش وداعش إيش المكسب؟ ما فيش المكسب، إنه بس فقط تصفية حسابات. والأبناء الشعب اليمني اللي بالجبهات المقاتلين يدفعوا دماءهم وأرواحهم وتضيع أسر في الشرد أسر من أجل أنت تحقق مكسب سياسي. ما تقدروا تنكروا الكلام هذا، خلوا كلام الفسبكة، نشتي إجراءات عملية تثبت إنه إحنا كذابين وإنه ظنوننا كلها كذب. ما فيش معاكم، لأنه الأمور هذه تقاس بالنتائج، إيش حققنا، لن وصلنا، مو عملنا، لا ما بش ولا بش، هزيمة في ظل هزيمة، خط أحمر خط أحمر خط أحمر، لما يزدجين خطوط الحمر، مأرب يعني حتى لو فيها قوة كبيرة. برضه الحوثي يرتب إنه صافر النفط والكذا وبعدين إشراف دولي، نفس اللي يفعلوه بالحديدة يفعلوه هناك، ويسلموا المصافي صافر والمطار المتواجد هناك يسلموا للمجتمع الدولي يشرف عليه نصي، ولقطوا بعد حقهم البشمرجة ونزلوا تعز يطحنوا بقية تعز. إذا استمر هادي، وأنا مدرك إنه مستمر حتى يمكن الحوثة من كل شبر في اليمن، وإذا استمروا الجنوبيين بحقهم العقلية هذه إنه يعني تحملناكم مدري كم من أيام علي عبد الله صالح المبرر الرئيسي حقهم، إنه أتحملونا سنين. طيب يا ابن الناس أتحملتنا، وكانت الأمور كان في حياة وكان في مطار وكان في سيارات وكان في زفلت وكان في مدارس وكان في بالحد الأدنى في ظل الفساد اللي كان مستشري باليمن كله. كنت تطلع صنعاء وتروح مأرب والناس يعاملوا كضيف ويعني كسائح، كنا نتعجب لكم إن أنتم قادمين من كوكب آخر فرحين بكم كمواطنين، ما علينا من الأجندة السياسية حقكم والمشاكل. فأنت الآن ما تجس تشفى ومعك مظلمة سحق الحوثة، هذا كان يضربوا على العلي وحسن وحسين وفاطمة ودحان ومدري من، وانت جلس يجلبنا على 94 علي سلام البلاد، سلم البلاد علي عبد الله صالح، اشترى علي اسمه هذا عبد ربه منصور هادي ونزل دولارات مزورة اشترى كل القيادات الجنوبية واستلم البلد في بحرب كان بإمكانكم تقاتلوا وتصمدوا، فما تجوش الآن تعلقوا وتنشروا غسيلكم فوقنا، البلد جازع، السفارات معاكم، المؤسسات معاكم، الوزارات معاكم، رئيس الدولة معاكم، 95% من مفاصل الوظائف الثانية هذه، وكلاء الوزارات، المبتعثين، حق البعثات، هذا حق كل شيء معكم. لا تقولوا ليش لا هذه مش مننا، لا منكم جنوبي من أبيان. الآن عبد الرب منصور هادي يحاول أنه يأخذ السلطة التشريعية لمجلس النواب، وهو اللي واقف وراء منع انعقاد جلسات لمجلس النواب داخل عدن، ما يشتيش ليش، لأنه بتكون في سلطة تشريعية، السلطة التشريعية هي تمع المجتمع الدولي يقول هذا هو مجلس النواب، ويتواصلوا مع المنظمات الدولية يفتحوا مقر السفارات
تبدأ الحياة تتحرك، ما يشتوش ما يشتوش. يعتقد عبد الرب منصور هادي انه ذكي، وهو يكرر أخطاء الغبية نفسه الذي ارتكبه في دماج وفي عمران وفي صنعاء وفي عدن. أنا أتمنى من الإخوة المؤتمريين، مع شوف أنا بالنسبة لي والغالبية الآن، غالبية اليمنيين قد وصل بهم الوضع حد الجنان، يعني ما عندناش قدرة نتحمل، فاتخذوا أي إجراءات واعلنوا للملأ، ما عادش داعي للغرف المغلقة والزواوي هذه وبالبيوت وبالشقاق وبالغرف، اعملوا اصدروا بيانات وشغلوا المواقع حقكم، والشعب ما يهموش، لا يهمني لا 22/16 ولا 22/15 ولا 37 ولا يهمني هادي ولا تهمني الحكومة. الشعب قد وصل لمرحلة انه انا رب ابلي وللبيت رب يحمي، ومستعدين الناس لو الحوثي عنده ذرة واحدة من العقل وقدر يهذب نفسه ويهذب الحركة حقه، الناس بتنساق، الناس بتنساق، لانه المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي اكثر امان، اللي في تعز البيوت اللي مع الحوثة حق المواطنين ما تسترقش، وعند المقاومة يقرحوا الأقفال وسرقة وبلطجة، طبيعي مفعل بك، أنا انت ثوري وانت ثورجي وانت ما اشتيبكش، وانت سارق وانت عامل لي حولت من الغابة. الناس وصلت لمرحلة تعبت، الأخوة اليمنيين الناشطين المفسبكين، الشعب وصلوا رسالة لكل العالم انه هذه القياده لم يعني لا لا لم تمثلنا يوما ما، انما تمثل نفسه، مصالح وشركات ومليارات وبيس ونفط اكلنا، وبالنسبه لهم ما يهمهمش لانه مودعين، لانه كان الشله هذه هاربين من الجنوب، الزمره لو تتذكروا واحد هارب يقول لك ما بوش من هارب علم، فما عندوش اي شيء خاف عليه، هتعود انه يعني في 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 مفصل معين من مفاصل الحروب ولا الحركات السياسية ولا التغييرات السياسية انه يهبش هبشته وعادي، يعني ما عندهش مشكلة انه فلت عدن يسكن بدمار، هكذا سلوكهم، فما يهمهمش اليمن، ما يهمهمش، فهذا لم يعني عمليا ما يمثلوش احد الا غير انفسهم وغير تجارتهم وغير مصالحهم. والشعب لازم يفهم الكلام هذا كله، التسويق والوطن والشعارات المطاطة هذه ما مش مؤكل أحد عيش، والإصلاح بيتحمل المسؤولية في الأيام القادمة، وكل شيء بيبان، كل شيء بيبان، والتاريخ لا يرحم أحد، ولا ثبتوا لنا الجبهات حقكم كل نكبات، كل ما أريب وصرواح ومدريمان 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 وتعز، مو من انتصاراتك حققتهم، تقدموا بالبعرارة مترين وبزوها الحوثة اليوم ثاني. لا تعتقدوا ان المجتمع الدولي غافل، بس في خطط هكذا، وفي املاءات خارجية، وفي شيء يستفيدوا من الاوضاع بس، ولا بالاخير انتم مصنفين عندهم ضمن يعني تصنيف معين، وبعدين ورونا شطارتكم. أقوم محلق.